anatomy of the respiratory system, investigation of the respiratory system, silhouette sign, and radiological sign of lung disease. First, review of anatomy, lobes and fissure. We have right lung, we have left lung. And as you know, the right lung has three lobes, while the left lung has only two lobes. Fissures, we have the oblique fissures. In each lung, there is an oblique fissure extended from the surface of the hilum and divide the organ into separate upper and lower lobes. This is the oblique fissure on the right side, and this is on the left side. This is the upper lobe, this is the lower lobe on both sides. On the right side, we have a horizontal fissure. Passes from the anterior margin into the oblique fissure, separate a wedge-shaped middle lobe from the upper lobe. This is the right middle lobe. وهذا هو الاختلاف بين the right and left side. إنه الجهة اليمنى بها ثلاثة والجهة اليسرى بها اثنين. عندنا مجموعة من الاكسسوري فيشرز. أهم واحد اللي راح تشوفونه هواية هو الأزايغس لوب فيشر. سامعين بالأزايغس فين؟ هذا الأزايغس فين في بعض الأحيان يصير أنومالس مثل ما نشوف هنا بالصورة ويخترق اللانج لحد ما يروح للسوبيرير فينا كافا. يسوينا what is called accessory fissure اللي هو الأزايغس لوب فيشر بالإكس راي هاي صورته اللي مأشرة بالأحمر، وبالسي تي هي هاي الصورة مالته، واللاند ماركس اللي عندنا هذا هو الأزايغس فين، وهذا هو الفيشر، وهذا هو السوبيرير فينا كافا. عندنا البرونكوبلمونري سيجمنتس. السيجمنتس on each side on or on each lobe there is a segment. وهاي هي ملخص السيجمنت. عندنا بالأبر لوب عندنا ثلاثة apical, posterior, anterior. بالميدل لوب عندنا lateral وميديال، بينما بالجهة اليسرى ما عندنا ميدل لوب لكن عندنا لينجولا اللي هي part of the upper lobe. عندنا superior وinferior. وباللور لوب عندنا five segments بالright side and four segments بالleft side. الفرق انه الميديال بيزل ما موجوده بالجهه اليسرى. هاي صوره السيجمنتس من نشوفها بالبي اي، هذا البي اي وهذا اللاترال فيو. بده تشوفون انه اكو اوفرلاب بين ذا سيجمنتس، فلذلك مثلا اذا نشوف مثلا سيجمنت 4 او سيجمنت 5 يصير بها اوفرلاب بالسيجمنت 12 14، فلذلك في بعض الاحيان نحتاج PA and lateral view for accurate localization of disease. هسه راح نحكي بصوره مختصره على الانفستيجيشن اوف chest diseases. اول شيء عندنا البلين chest radiograph، الثاني fluoroscopy، الثالث computed tomography، الرابع هو conventional tomography، MRI، الالتراساوند، الراديو نيوكليايد والبلمونري انجيو. كل واحد راح نحكي عليه بصوره مختصره ما عدا chest x-ray راح نحكي عليها بشكل مطول. يعني هي أهم فحص. هاي هي chest x-ray. This is the PA chest x-ray. هاي شلون ياخذون الفحص. يوقف المريض بهاي الطريقة وهذا هو ال x-ray source. The usual view is the posterior anterior or the PA view. فأنت من تكتب chest x-ray تقدر تكتب CXR المختصر مالتها مقبول. تكتب PA أيضا فتشي مصطلح متعارف عليه عالميا. The hands are placed on the sides of the iliac crest and the elbow is directed forward. هاي الوقفة اللي يوقفها المريض نخلي هالشكل ايده او يدفع ايديه لقدام. شنو الهدف؟ الهدف انه this swings the scapula away from the position in which they cover the lung. احنا عندنا مشكلة الاسكابولا نريد نتخلص من عندها حتى نطلع اكبر عدد او اكبر شيء ممكن من اللانج فيلدز. عندنا مجموعة من الملاحظات على chest x-ray. عندنا we have PA and lateral. The lateral is not a routine. يا lateral ناخذ right low left حسب البوزيشن. يعني إذا اكو lesion بالright side we should take right lateral. If there is lesion on the left side we should take left lateral. طبعا لازم chest x-ray لازم ناخذها erect. هسه راح يجي واحد يسأل يقول إذا عندنا مريض كلش تعبان ما يقدر يوقف. إذا ما يقدر يوقف نجيب اثنين يوقفوه، يلزموه واحد منا واحد منا وناخذ له إريكت. في أسوأ الأحوال ما قدر يوقف نقعده، نقعده على كرسي أو نقعده على ميز واثنين يلزمونه وناخذ له بي أي. المهم ناخذ له بي أي وناخذ له إريكت. طبعا وشود
take the film in full inspiration, وهسه راح نعرف شلون نعرف الفيلم in full inspiration. The FFD should be 6 feet, 1.8 meters. شنو FFD؟ FFD مختصر film focal distance. إذا نرجع لهاي الصورة, هذا الفيلم يصير قدام المريض, وthis is the focus of the X-ray. فالF الأول هو الفيلم, والF الثاني focus, والمسافة اللي بيناتهم film focal distance. هاي لازم أقل شيء ست أقدام أو 1.8 meters. طبعاً roughly speaking نقول إحنا 2 meters. هذا طبعاً to decrease to minimize the magnification of the heart, لأن واحدة من ال major criteria for chest X-ray to assess the heart size. طبعاً لازم كل أشعة بيها اسم وتاريخ وسايد ماركر, لازم رايت وليفت حتى أعرف, لأنه إذا هاي الأشعة ما بيها رايت وليفت أقلبها منها راح تيجي علي, شلون راح أعرف الرايت من الليفت؟ بالذات أنه إحنا أكو عندنا congenital variation مثل الدكستروكارديا, فالماركر كلش مهم, اسم المريض كلش مهم, راح أعرف من عنده, والديت أيضا مهم. وطبعاً هذا الأوبتيمال إكسبوجر, هذا يعني فت قضية قديمة أنه شلون أعرف عن الإكس راي مالتي زينة يعني مثالية, أباوع على الهارت شادو, إذا أشوف الدورسال سباين just visible through the cardiac shadow, this is the optimal exposure. شلون أقرأ chest X-ray؟ طبعاً أكو عدة طرق لقراءة chest X-ray. الطرق هاي مختلفة, لكن الهدف منها أنه أنت تغطي أكبر مساحة ممكنة من chest X-ray. عندنا what is called the systemic approach اللي إحنا نفضله, نبدي from inside, يعني inside out approach, نبدأ من الهارت, ميديستاينام, اللانج, ثوراسيك وول, أبدومين, هذا يسمونه systemic approach. أو عندنا أكو فتشي همين يعني يسمونه ال ABCDE steps, يعني شلون ال airway, ال breathing كذا, همين إحنا بالنسبة إنه يبدون بالتكنيكال وبعدين يروحون للإيرويز بعدين يشوفون البونز. إحنا بالنسبة لنا نفضل الطريقة السيستميك أبروتش واللي راح نحكي عليها. هاي الـ PHS X-ray إش راح أدور بيها؟ راح أدور على الفيلم أول شيء, سنتر لو مو سنتر, inspiratory or not, assessing the heart size, assessing the mediastinum, assessing the hilar shadow, assessing the lung field, assessing the apices, diaphragm, bone structures and corners of the vein. ذني كلهن أباوحن, أنا خليهن ببالي, أباوحن على مود أشوف إذا أكو abnormality أحاول أوصل إلى diagnosis. نبدي على السنتر, شلون أعرف الفيلم سنتر لو لا؟ The medial ends of the clavicle must be equidistant from the spinous processes on the dorsal vertebra on both sides. هذا the medial ends of the clavicle on both sides, وهذا هو the spinous process. المفروض الجهة المسافة من the medial end the spinous process على الجهة اليمنى تساوي على الجهة اليسرى. اختلاف بسيط نقبل به من يمين من يمين, لكن اختلاف كبير indicates that the film is rotated. نجي على الانسبيريشن, شلون اعرف الفيلم هذا taken in full inspiration؟ We should count the ribs. شلون احسب الريبس؟ انا احسبها بطريقتين, هذا اللي تشوفون هذا الرب الملون هذا بالازرق, اكو عندي البوستيريور اند واكو عندي الانتيريور اند. هذا الفيرست ريب, هاي البوستيريور اند مالته وهاي الانتيريور اند اللي هو شورت ريبس. اما احسب على البوستيريور او احسب على الانتيريور, شلون؟ اذا احسب انتيريور ريبس اي شود هاف 6 اند مور انتيريور ريبس اباف ذا هيميدايفرام, لازم اقل شيء عندي 6. اذا عندي 5 اقول هذا الفيلم not taken in full inspiration and should be repeated. إذا أحسب على posterior I should have 8 and more ribs. الحد الأدنى هو 8. إذا لقيت أقل من 8 هذا الفيلم is expiratory. نأخذ example, هذا نفس المريض 2 X-ray هاي in full inspiration and this is an expiratory film. And you see the difference. There is false impression of cardiomegaly بينما هو الheart size normal. أكو haziness of lung bases بينما هو lung bases very clear. This is the importance of full inspiration in chest X-ray. في بعض الأحيان أنا استفاد من الفيلم الإكسبيراتوري, يعني إذا نشوف هنا هذا فيلم إكسبيراتوري and this one is expiratory,
لشوف بهاي المنطقه اكو ايفيدنس اوف اير ترابينج، المفروض الاير بالانسبيريشن تنترس اللانج وبالاكسبيريشن تفرغ، هنا انا ما ادري يفرغ بالجهه اليسرى. This is one of the sign of foreign body inhalation. طبعا اكثر شيء يصير هذا بالاطفال foreign body inhalation، لكن ممكن استفاد من الاكسبيراتوري فيلم بهاي الحاله. عدا ذلك I should take the film of chest x-ray in full inspiration. Cardiac size يمكن تعرفون، ناخذ هاي القياس اللي هو الانترنال ثوراسيك دايمتر والترانسفيرس كاردياك دايمتر، وناخذ النسبه اللي هي سي تي ريشيو. سي تي ريشيو نقسم البي على اي ونضربها في 100. السي تي ريشيو هي الكارديو ثوراسيك ريشيو، البي هو ترانسفيرس كاردياك دايمتر، والاي الانترنال ثوراسيك دايمتر. السي تي ريشيو ان نورمال ادلت ميل اند فيميل شود بي ليس ذان 50%. 50 اند اباف از كارديوميجالي. There is exception to this rule. The first exception is the young female. We accept up to 55% a normal limit in young female. The second exception is the young children, neonates and young children. Sometimes in neonate up to 60% CT ratio is considered as normal. Otherwise, in normal adult male and female, the ratio should be less than 50%. الميديا سانم تشوفون اني راسم لكم هذا الليفت بوردر وهذا الرايت بوردر. This is a normal mediastinum. انتم المطلوب من عندكم بس شنو القياس مالته، بي قياس ما بي قياس، المسافه ايش قد، ما عندنا قياس طبيعي. لكن اذا نقارن هذا هو الميديستاينال وايدنينج، فانت من تشوف الشكل، طبعا هذا ادفانسد، اذا تشوف اقل من عنده اكثر من هذا تقول اكو وايدند ميديستاينم and should be further evaluated for the possibility of any mediastinal mass. هاي الايورتيك ارتش او الايورتيك نوب، احنا نسميها الايورتيك نوب بالاكس راي او الايورتيك نيكل. This is the site of the aortic arch. It has no clinical significance and we should know in order not to be mistaken for any pathological process. الهايلر شادو هذا هو الليفت هايلم وهذا هو الرايت هايلم، هنا نوضحهم. يوجوالي ذا ليفت از سلايتلي هاير ذان ذا رايت، هاي هو النورمال. اذا شفنا بالعكس ذيس از ان ابنورمال. اللانج فيلدز احنا فور ديسكريبتيف بيربسز وي ديسكرايب ذا لانج فيلد انتو ثري سيبريت زونز، ابر زون، ميدل زون، لور زون. شنو الحد الفاصل؟ ماكو حد فاصل، قضيه تقديريه. شنو الفائده من عندها؟ انا من اوصف ديزيز اقول ذير از ا ديزيز اور ذير از ا باثولوجيكال بروسيس ان ذا رايت ابر زون او رايت ميدل زون، انا حتى اللي يسمعني او اللي دا يسالني يعرف انا وين دا احكي. اللانج ابيسز هاي اللي راسم لكم اياها، وي شود لوك فور ات كيرفولي and is one of the hidden areas. The hidden area طبعا احنا عندنا بالتشست اكس راي اكو hidden areas اللي هي خاتله ورا البونز، خاتله ورا الهارت، ورا الدايفرام، واحده من عندها هو اللانج ابيسز. Should be looked for carefully. الدايفرام عندي رايت دايفرام وليفت دايفرام، لازم should be clear from medial to lateral border and usually the right is higher than the left. لكن مو higher than the left مفتوح، لا، المسافة بيناتهم maximum up to 2.5 سنتيمتر. يعني إذا الرايت diaphragm صار هنا والمسافة أكثر من 2.5 بينه وبين الليفت، لا، أقول هذا pathological elevation of the right diaphragm. We should have, also we have the costophrenic angle. The costophrenic angle are acute. A blunting of the costophrenic angle is the first sign of pleural effusion. عندي البوني ستراكشرز، ابغى اوعى البوني ستراكشرز اللي هو الكلافيكل والريبس وغيرها. And we should have should see the subdiaphragmatic area for any pathology. في بعض الاحيان القى subphrenic abscess، القى air fluid level على الرايت سايد. This is one of the signs of subphrenic abscess. طبعا هاي الطريقه اللي ابغى اوعى بها الريبس، اقلب الفيلم على الجهه اللي يعني على الجانب، او الجهه اليمنى او الجهه اليسرى. بهاي الحاله راح اقدر ابغى اوعى الريبس بطريقه افضل. We have the shadow of the female breast. هذا اللي مأشراني عليه.
لازم تنتبهون عليه ما هي ما تغلطون بيه. The normal radiological appearance of the female breast is a homogeneous shadow with a convex lower border similar to that of its partner. جهتين موجود ومشابه. خلوا في بالكم absence of the breast result in increased translucency on that side of the chest. إذا البريست ماكو وبيا حال البريست ماكو عندنا بالماستكتومي ذول المرضى اللي عندهم سي بريست يسوون لهم راديكال ماستكتومي يشيلون البريست والبكتراليس ميجر كلها فراح تكون السوفت تيشو بهذا الجهة اللي مشيول بها البريست أقل من السوفت تيشو راح يكون more penetration of X-ray فراح تكون more dark. طبعا بالمناسبه احنا ما حكينا على اللوسنسي والريدينسي لانه المحاضره مال الانترودكشن حذفناها. اللوسنسي هو الاسود، كل شيء اسود يبين لوسنت، احنا نسميه بالاكس راي لوسنت، وكل شيء ابيض نسميه اوبيك. فانا اقول من اقول انه انكريز ترانسلوسنسي او انكريز لوسنسي نفس العمليه، يعني السواد اللي بذيك الجهه يكون اكثر. هذا الشادو اوف ذا ثايموس، ذيس از ذا نورمال ثايميك شادو ان نيونيتس. خلوا في بالكم انه الثايموس بالنيونيتس اند تشيلدرن ار بيج ان سايز اند نو شود نوت بي مستيكن فور اني ماسز. وطبعا كل ما كبر الطفل او الشخص الثايميك شادو او الثايميك سايز ويل بي ديكريز. هاي هو الشادو اوف ذا ثايموس. اللاترال فيو، هذا هو left lateral view. طبعا هو قلنا مو روتين لكن اذا اخذناه لازم نعرف شو ندور بيه. ندور ثلاث شغلات. اول شيء هاي المنطقه اللي بعد الاسترنم نسميها retrosternal، وهاي المنطقه اللي بعد الهارت نسميها retrocardiac. هذني it should be of the same size and of the same density، يعني the same radiolucency and the same size. اذا كانت اللوسنسي مال هاي المنطقه اللي هو retrosternal أقل والثايز مالتها أقل، this is a sign of abnormal. تسمعوني؟ أكو إشكال عندكم؟ طلاب أكو إشكال؟ لا دكتور. عندكم شيء استفسار ونكمل؟ لا دكتور. أوكي. The second thing is the hemidiaphragm. Both hemidiaphragm are visible, right and left. هنا أنا ما راح أعتمد يا هو الأعلى ويا هو الأنصى. اللي هو مستمر من الجهة الخلفية للجهة الأمامية هو هذا right side. بينما left side يبدي من الجهة الخلفية يوصل لحد الهارت ويوقف. The diaphragm which is interrupted anteriorly is the left hemidiaphragm. وأيضاً عندي السباين ساين، إذا أباوع على الدورسال سباين كل ما نزلت لي جوة translucency of the dorsal spine is increasing، يعني السواد اللي على الفيرتبرا راح يكون أكثر. هذا normal spine sign. إذا هاي القاعدة انعكست this is a pathological process، يعني إذا لقيت هنا هاي المنطقة اللوسنسي مالتها أقل من الفوقها this is a sign of pathology. نحكي كلمتين على fluoroscopy. It is rarely used. It is only used to demonstrate movement of the diaphragm and air trapping in foreign body inhalation. هاي هو استخدامات الفلوروسكوبي بالوقت الحاضر. السي تي كلش مهم. بيش يفيدني السي تي؟ يفيدني بهواي شغلات. أول شيء presence and extent of mediastinal masses, staging of carcinoma and lymphoma. Distinguishes vascular from non-vascular structures, detect calcification or cavitation, localizing mass prior to biopsy, confirm the diagnosis, extent and severity of a bronchiectasis, diagnosis of diffuse pulmonary diseases, diagnosis of pulmonary embolism, where detect pulmonary disease when chest X-ray is normal. هاي المقصود بها العبارة الأخيرة، إذا أنا عندي sign and symptom suggestive of pulmonary disease in spite of normal chest X-ray, CT is indicated. هاي هي the role of CT in chest disease. وهذا واحد من الأسئلة اللي في مرات كثيرة نجيبه بالامتحان. Enumerate the role of CT in chest disease. فمجرد أنه تكتبون هاي النقاط اللي ذكرناها. شنو يفيدنا CT؟ CT لازم نعرف عنه أنه the slice thickness is 5 millimeter.
اللي سلايس اللي ناخذه. اكو ريكونستراكشن كان بي دان اب تو 0.6 مليم. هسه الاجهزه الحديثه تسوي لي اني اخذ 5 مليم، لكن الريكونستراكشن راح يكون اب تو 0.6 مليمتر. وعندي تو مين ويندو اشوف بها الصوره، اللي هو البلمناري ويندو اللي هو هذا اشوف بيه اللانك، وعندي الميديستاينال ويندو اشوف بها الجريد فيسل والميديستاينال. هذا اذا عنده مشكله باللانك اقدر اقلب على هذا الويندو، واقدر اقلب على هذا الويندو من اشوف الجريد فيسل. شلون اقلب؟ مجرد دقمه صغيره ادوسها هي نفس الصوره. انا ما راح اخذ يعني ما راح راح اخذ تو سيتس اوف ايمجز، وان سيت اوف ايمجز اند باي ا نوب وي كان ترانسفير فروم بلمناري تو ميديستاينال ايمج. اللي ماخذين كلينيكال مثل القضيه مال البرين سي تي، اكو عندي البون ويندو والبرين ويندو نفس العمليه. الام ار اي فائدته كلش قليله بالتشست، ات از ليميتد رول ان بلمناري ديزيز، يفيدني اكثر شيء بالدايجنوستيك اوف كاردياك اند ايورتيك ديزيز. الالترا ساوند ايضا هو ليميتد فاليو، بيش يفيدني؟ يفيدني بالبريفرال ليجن ان كونتاكت وذ تشست وول، كونفيرم ذا دايجنوستيك اوف بلورال افيوجن and guidance of biopsy procedure and biopsy or FNA or aspiration. هذا اللي الفوائد الثلاثة مال الالتراساوند in diseases of the chest. radionuclide lung scan، ولو هو هذا ما متوفر بالعراق بس لازم تعرفوا لي انه كلش مهم بالعالم كله يركزون عليه. الميجر indication is to diagnose or exclude pulmonary embolism. عندي two major types: perfusion scan and ventilation scan. ومن اسمهن perfusion يعني أطل مادة IV، والventilation أطل مادة by inhalation. هذا يعني المختصر مالتها. perfusion scan المادة اللي نستعملها macro aggregates of albumin labeled with technetium. size مالتها 30 micrometer. This is trapped in the pulmonary capillaries. بينما بالventilation scan استخدم اللي هو الغازز اللي هو xenon 133 or xenon 127 or krypton 81. عند البلمونري انجيو الفائده مالته to diagnose pulmonary emboli and to demonstrate congenital vascular anomalies. هسه خلصنا تعداد الانفستيجيشن مال التشيست، نجي على موضوع كلش مهم واحنا دائما نجيبه بالامتحان اللي هو diseases of the chest with normal chest x-ray. يعني المريض عنده ديزيز لكن التشيست x-ray تطلع نورمال. واحده من عندها الاسما، خلوا في بالكم uncomplicated asthma half normal chest x-ray. اثنين acute bronchiolitis. Third one is acute bronchitis. Number four, uncomplicated chronic bronchitis. Small lesion less than 1 centimeter in diameter. Pulmonary emboli without infarction. Infection like pneumocystis carinii pneumonia and TB. لذلك واحدة من ال presentation مال TB هو normal chest X-ray. يعني إذا normal chest X-ray does not exclude the diagnosis of tuberculosis. pulmonary fibrosis طبعا الايرلي ستيجز ما راح يبين كلش واضح، لكن الليت ستيج راح تكون اكيد واضحه. دراي بلوريسي، شنو دراي بلوريسي؟ يعني ذول اللي يصير عندهم بلورال ديزيز او بلورال انفكشن وذاوت بلورال افيوجن اند سمول اماونت اوف بلورال افيوجن. احنا قبل شويه قلنا الكوستوفرينيك انجل اذا يصير بها بلانتنج يلا يعني الفيرست ساين اوف بلورال افيوجن. حتى يصير بلانتنج اوف ذا كوستوفرينيك انجل بالبي اتش اس اكس ري I need more than 300 ml of fluid. فإذا عندي أقل من 200 يعني أقل من 300 ml أكيد ما راح يبين بالPA chest X-ray. هاي كلش مهم، هاي تحفظوهن ذني العشر نقاط. نجي على ساين كلش مهمة تفيدني بالX-ray اللي هو سلوت ساين. سلوت هذا واحد عالم فرنسي اخترعها. إيش قال هذا العالم الفرنسي؟ قال it is useful for localizing disease from plain chest radiograph. قال any lesion touching the border of the heart, aorta or diaphragm penetrate that border on the chest x-ray.
فاني ليجن تاتشينج ذا بوردر اوف ذا هارت ايورتا اور دايافرام ويل اوبليتريت ذات بوردر اون تشيست اكس راي. شنو معناه هذا؟ ناخذ اكزامبل، هذا اكو باثولوجيكال بروسس بالليفت سايد، هذا وين صاير؟ باللينجولا. اللينجولا از ان كونتاكت وذ ذا هارت causing obliteration of the left heart of the left heart border. إذا نشوف الرايت هارت بوردر واضح، الليفت هارت بوردر ما واضح. ليش؟ لأنه الباثولوجي in close contact with the heart. This is a positive silhouette sign. Another example، هذا عنده pleural effusion بالجهة اليسرى. Pleural effusion بالجهة اليسرى. إذا أشوف أكو obliteration of the left diaphragm because the lesion is in contact with the diaphragm. توضيح بعد أكثر. هذا أكو lesion بالاثنين، أكو lesion بالright middle zone. إذا أباوع بالجهة اليسرى، إذا أباوع اكو obliteration of the right cardiac border، بينما اذا باوع بالجهه اليمنى ماكو obliteration of the right cardiac border. هذا الفرق بين اذا the lesion is in contact with the heart and the lesion does not contact the heart. Another example حتى تكون واضحه لكم، هاي اللي شفناها قبل شويه obliteration of the left cardiac border، هنا left cardiac border is very clear. هذا يدل انه الكونسوليديشن هنا مو باللينجولا، بالليفت lower lobe because it is not in contact with the left heart border. عندي الانترابلمونري and extrapulmonary lesion. الانترابلمونري lesion have an obtuse angle at the margin of the lesion. شلون تبين هاي؟ اخذ lesion اباوع هاي الانجل مالته acute low obtuse high acute. This is an intrapulmonary lesion. اباوع CT اشوف هاي الاكس الانجل مالته بين الليجن وبين التشست وول هي اكيوت، انا هاي اكيوت. This is an intrapulmonary lesion. بينما الاكسترابلمونري ليجن and chest wall lesion have obtuse angle at the margin of the lesion. هذا another example يشبه ذاك اللي قبله من opacity، لكن اذا باوع على الانجل هذا obtuse هنا، هنا ايضا obtuse. This is an extrapulmonary lesion. وايضا بالسي تي نفس العمليه، إذا أباوع الأنجل هي أكيوت. هاي الطريقة نفرق الأكيو الإكسترا بالمنري عن الإنترا بالمنري ليجن. نجي على موضوع كلش مهم اللي هو راديولوجيكال ساين أوف لانج ديزيز، راح نعددها وبعدين نحكي عنها واحد واحد. أول شيء اير سبيس فيلينج، سكند بالمنري إديما، بالمنري كونسوليديشن. هاي طبعا ضمن خانة الاير سبيس فيلنج. We have the pulmonary collapse, we have a spherical shadow, we have the line shadow, we have the white separate small shadow, we have the calcification, we have the cavitation, we have the hilar enlargement. راح نبدي نحكي على واحد واحد بالتتابع. الاير سبيس فيلنج، هذا what is called اير سبيس فيلنج. شنو تعريف الاير سبيس فيلنج؟ هو replacement of air in the alveoli by fluid اللي هو transudate or exudate or rarely by other materials. فإذا كان exudate نسميه consolidation، وإذا كان transudate نسميه pulmonary edema، وكلها يسموها هاي airspace filling. وخلوا في بالكم pneumonia is by far the most common cause of consolidation. شلون يبين الكونسوليديشن بالاكس راي؟ هذا this is an example of left upper lobe consolidation. شي يبين الكونسوليديشن راح يكون ill defined homogeneous opacity obscuring the vessels. I اول sign ill defined ما اقدر ارسمه بقلم، وين الحافه مالته وين نهايته ما اقدر احددها. Ill-defined border except when it is in contact with the fissure. بينما من راح يصير in contact with the fissure راح يكون well-defined، لأن راح تكون الحافة مال الفشر. Silhouette sign اللي حكينا عليها
قلنا اذا الليجن هذا مو اللي نقوله هنا عندنا بالجهه اليسرى، اللي نقوله بارت اوف ذا ليفت ابر لوب الكاردييك بوردر هنا صار اوبليتريتد، ذس از بوزيتيف سلوت ساين. بريزنس اوف ان اير برونكوغرام، اذا نشوف هذه التفرعات اللي بنص الابيض هذا واتس كولد اير برونكوغرام، و اكستنشن تو ذا بلورا اور فيشر but does not crossing it، يعني ممكن يدخل بالفشار يدفع الفشار لكن ما يعبر الفشار ابد الكونسوليديشن. وجنرالي ذير از نو فوليوم لوس unless there is collapse، يعني الكونسوليديشن بوحده ماكو فوليوم لوس الا اذا صار كان ويا كولابس كونسوليديشن. هذا الاير برونكوغرام اللي حكينا عليها قبل شويه. نوضح الاير برونكوغرام، شنو الاير برونكوغرام؟ تعرفون اكو برونكاي واكو الفيولاي كلها بيها اير. الكونسوليديشن او الاير سبيس فيلنج من اسمه راح يحل محل الاير بالالفيولا، راح يصير مكانه فلويد راح يصير ابيض، يعني الالفيولا راح يصير بيضه بينما البرونكاي ما راح يجي الفلويد يصير بيها راح تبقى سوداء، فلذلك راح يصير البرونكاي سوداء ومتفرعه in a background of opacity اللي هو هذا الكونسوليديشن. وهذا هو الفكره مال الاير برونكوغرام. من يشوفون اير برونكوغرام this is one of the sign of consolidation. البلمونري ايديما we have two types، we have cardiogenic and non cardiogenic pulmonary edema. الفرق انه الكارديوجينيك هو اكو كارديوميغالي، النون كارديوجينيك اكو ماكو كارديوميغالي. وهسه طبعا وحده من يعني اذا سمعتوا بها الكوفيد 19 وحده من من النون كارديوجينيك بالمونري ديما هو الاي ار دي اس اللي هو الاكيوت ريسبيرتوري ديستريس سيندروم، هو هذا النون كارديوجينيك بالمونري ايديما. البالمونري ايديما بها انترستيشال بالمونري ايديما اللي عندنا اللاين شادوز اللي هو الكيرلي بي لاينز، وعندي هاي هي prominent upper lobe cardiomegaly and line shadow، هاي كلها نسميها interstitial edema. يصير more advanced عندي الالفيولار pulmonary edema اللي هو the bat wings or butterfly appearance. البترفلاي قد ما تكون symmetrical، قد تكون بجهة أكثر من الجهة الثانية، لكن هو هذا تعبير مجازي اللي هو butterfly or bat wing appearance. هذا this is the called acute pulmonary edema. نكمل، وصلنا للconsolidation. الconsolidation can be lobar and can be patchy. اللوبر هو من اسمه one lobe is involved. This is an example of lobar consolidation اللي هو lobar pneumonia. تشوفون انه اكو opacity بالرايت upper lobe it is L defined except here. نشوف هذا الهوريزونتال فيشر حدد لنا الاوباسيتي صارت كلش واضحه. احنا قلنا بالكرايتيريا اذا نرجع نشوفها تتذكرون راح نرجع لكم عليها. قلنا it is L defined border except when it is in contact with a fissure. فهنا الفيشر صار عندنا الهوريزونتال فيشر فصارت الاوباسيتي ويل ديفايند. طبعا الاير برونكوغرام موجود بها وهذه هي صوره السي تي بالمونري ويندو. نشوف الاير برونكوغرام. الباتشي كونسوليديشن من اسمه باتشي يعني مور ذان وان باتش، يعني اكثر من اوباسيتي عندي. اذا شفنا واحده اثنين ثلاثه اربعه خمسه وهاي راح يصير عندي ديفرنشال دايجنوستس. فيرست هو النيمونيا، طبعا النيمونيا هي برونكو نيمونيا اسمها او باتشي نيمونيا. قد يكون تيومر، قد يكون انفاركشن، وقد يكون كونتوجن. هاي اخلي في بالي الديفرنشال دايجنوسيس اوف مالتيبل اريا اور باتشي كونسوليديشن. اكو بس موضوع كلش مهم انه تعرفوه، بس هيك تعرفوه، اكو واتس كولد اكسبانسيف كونسوليديشن. هي هاي في الحاله رير مو كلش كومن. Expansive consolidation. شنو هذا expansive consolidation؟ يصير عندنا بالكليبزيلا نيمونيا، بالستريبت نيموني، بالتي بي اند لانج كانسر وذ اوبستراكتيف نيمونيا. شلون يصير هذا؟ يصير هالشكل. تشوفون انه اكو اوباسيتي او اكو consolidation بالرايت ابر لوب
لنشوف انه الهوريزونتال فيشر از ديسبليسينج داونورد، صاير مثل كونكيف. هذا يسمونه اكسبانسيف كونسوليديشن، يعني الكونسوليديشن ياخذ اكثر من حجم اللوب اللي هو مسوي به. عندي البلمونري كولابس موضوع اخر لازم اعرفه، هو loss of volume of a lobe or a lung. The common causes هو bronchial obstruction, intraluminal, intramural, extramural. هاي الأسباب اللي نعرفها كلنا إحنا. Pneumothorax or pleural effusion. وقد يكون linear or discoid atelectasis. شلون يبين بالتست إكس راي؟ راح يبين displacement of the structures hilli, fissure and mediastinum. يعني بما انه هو loss of volume فذن الستركتشر اللي هو الهايلاي والفيشر والميديستاينم راح تنسحب باتجاه الكولابسد لوب. مش عندي ايضا عندي consolidation، اذا في صار اكو مرات احنا نسميه collapse consolidation، ممكن يصير ويا الكولابس. وايضا عندي السيلويت ساين اللي حكيت عليها، اذا كان الليجن او الكولابس in contact with the heart, aorta or diaphragm will obliterate that border. نشوف example. This is an example of right upper lobe collapse. تشوفون هذا بالمخطط، هذا صورة ال upper lobe collapse شلون يبين. إذا انباوع ال upper lobe collapse نشوف ال horizontal fissure مسحوب لفوق، وأيضا التركية مسحوبة إلى الجهة اليمنى. This is a sign of right upper lobe collapse. وهذا بال lateral view يبين. نجي على middle lobe collapse. الميدل لوب كولابس بالمخطط يبين هالشكل، تراينجولر اريا بالرايت كاردييك اوردر، وهنا ايضا باللاترال فيو. هذا اللور لوب رايت لور لوب كولابس، شوف انه الهايلم از سمول سمول سايز هايلم اون ذا رايت سايد. طبعا هذا مدفوع الدايافرام مسحوب لي فوق. عند الليفت ابر لوب كولابس، الليفت ابر لوب هسه راح ارجع لكم على الرايت ابر لوب. شفتوا هاي الرايت ابر لوب، انتبهوا عليها باعشوا شلون شكله. الليفت ابر لوب كولابس يختلف، ليش؟ لانه الليفت ابر لوب كولابس الليفت ابر لوب اكبر من الرايت ابر لوب، لانه يضمن الابر لوب واللينجولا وياه، فراح تكون الاوباسيتي ماتش لارجر. اذا ابغى هاي الاوباسيتي بالبي اي ايش راح اشوف؟ راح اشوف انه الميدياستانا مدفوع للجهه اليسرى، لكن اذا باوع بالتست اكس راي راح اشوف هذا الاوبليك فيشر، راح اشوف تانج لايك بروجكشن اللي هو الكولابس ليفت ابر لوب بالانتيريور بارت اوف ذا تشست انتيريور تو ذا اوبليك فيشر. هذا هو الليفت ابر لوب كولابس. عندي وات از كولد سكندري كولابس. شنو هذا السكندري كولابس؟ كولابس ان ماسيف بلورال افيوجن. اكو عندي ماسيف افيوجن ويضغط البلورا من برا على اللانج يسوي لي ماسيف كولابس. وعندي ايضا سيفير نيموثوراكس، ايضا ماسيف نيموثوراكس ايضا يضغط اللانج ويخليها كلش صغيره. This is called secondary collapse or passive collapse. نجي على السفيريكال شادوز، من اسمها هي سفيريكال يعني مدوره. عندي سوليتري، نشوف هنا هذا سوليتري شادو، هذا يسمونه solitary pulmonary nodule اللي قارين عنه وسامعينه. من نشوف solitary pulmonary nodule بالتست اكس راي عندي differential diagnosis: first bronchial carcinoma, second bronchial carcinoid, hamartoma, infective granuloma, metastasis, lung abscess and hydatid cyst. هاي هي differential diagnosis of solitary pulmonary nodule on PA chest x-ray. وايضا مره من المرات هم جبناه بالامتحان enumerate the causes of solitary pulmonary nodule in chest x-ray. هذا هو المالتيبل، يعني اكثر من وحده. اشوف هنا انا مالتيبل، من اشوف مالتيبل اخلي في بالي on the top of the list metastasis. هو هذا طبعا الاكس-راي هي مال metastasis. ايضا اخلي في بالي انه مالتيبل ابسيسز ومالتيبل هايداتس. طبعا اكو اذر ديفرنشال دايجنوستس، لكن اهم ثلاثه هو ذول لازم تعرفوهم. اجي على الكافيتيشن، طبعا الكافيتي از ا ساين اوف تشست ديزيز. اكو ماني ماني كوز اوف كافيتي، المطلوب من عندكم تعرفون ثلاثه فقط اللي هن يا هم سكويموس سيل كارسينوما اوف ذا لانج. نشوف هذا ا بيج كافيتي
within a mass, the right upper lobe, this is a squamous cell carcinoma, this is a cavitating squamous cell carcinoma. The second هو طبعا هاي صار بالمقلوبي هذا مو لانج ابسس هذا هو tuberculosis. This is a case of TB وهذا cavity within a tuberculous lesion and the presence of cavity within a tuberculous lesion indicate active disease. هاي هي اللانج ابسس صار الـ يعني ليبل بالعكس يعني هذا هو اللانج ابسس وده نشوف انه opacity within air fluid level due to the presence of cavity within a lung abscess. فهذا squamous cell carcinoma اول واحد اللي بالوسط هو الاكتف pulmonary TB والثالث هو اللانج ابسس. هاي هي المين كوزز اوف كافيتي. اللانج شادوز تسمعون بها هوايه الكوزز مالتها pulmonary edema and lymphangitis carcinomatosa. عندي كيرلي اي وكيرلي بي لاينز. هاي هي الكيرلي اي وهاي هي الكيرلي بي لاينز. شنو الفروقات بينها؟ الكيرلي اي هو longer than بي لاينز بينما البي لاين هو short line less than 2 سنتيمتر. الاي راديت توورد ذا هايلم اذا بقى احد دائره مدار الهايلم بينما هنا نهايه horizontal افقيه. الاي اشوفها بالميد اند ابر زون بينما الكيرلي بي اشوفها باللور زونز. الكيرلي اي دو نوت ريتش ذا لانج ايدج بينما الكيرلي بي ريتشينج ذا لانج ايدج. هذه الفروقات بين الكيرلي اي والكيرلي بي. وايضا مره جبنا سؤال بالامتحان وات ار ذا ديفرنسز بتوين كيرلي اي اند كيرلي بي لاينز ان تشيست اكس راي. عندي الوايد سبريد سمول شادوز طبعا هذا يعني الشادو كل هذا يسمونه هذا يسمونه ريتيكولر. اول واحد ريتيكولر. ريتيكولر مثل الخطوط يعني مثل الخطوط الصغيره يسموها ريتيكولر. وهذا نوديولر. نوديولر يعني مثل النقاط الصغيره يسموها نوديولر شادو. اند وي هاف ذا ميكست اللي هو هنا ريتيكولو نوديولر اللي هو نوديولز اند لاينز. فعندي ريتيكولر اول واحد ريتيكولر هنا هذا نوديولر وهذا ريتيكولو نوديولر شادو. الكالسيفيكيشن كلش مهم. قد اشوف كالسيفيكيشن ان سوليتري بالمونري نوديول يعني سوليتري كالسيفيكيشن وقد اشوف ملتيبل اريا اوف كالسيفيكيشن. خلوا في بالكم بريزنس اوف سبستانشال كالسيفيكيشن virtually rules out the diagnosis of malignant lesion. يعني اذا شفت calcification بماس بنص الماس اقول هاي مو primary carcinoma of the lung. طبعا اكو exception لهاي القاعدة مو موضوعنا هذا. الهايلم النورمال هايلر شادو ار كومبوست اوف pulmonary artery and vein. يعني normally اللي اشوفه بالتشست اكس راي هو الهايلر ار pulmonary vessel. A normal hilar lymph node cannot be identified as separate structures. A hilar enlargement may be due to amma blood vessel enlargement or lymph node enlargement. هذا example of pulmonary arterial hypertension where إذا شوف الهايلم is enlarged due to enlargement of the pulmonary arteries. بينما هذا هايلر انلارجمنت ديو تو لينف نود انلارجمنت نشوف انه بايلاترال لوبيوليتد ابييرنس لينف نود انلارجمنت. طبعا اللينف نود راح اشوفها كلش واضحه بالسي تي. هاي هنا المؤشره هاي لينف نود انلارجمنت هاي لينف نود انلارجمنت هاي لينف نود هاي انلارج لينف نود. وراح ناخذ يعني بالمحاضره القادمه راح تعطيكم دكتوره نور انه وات ار ذا كرايتيريا اوف انلارج لينف نود. اخر موضوع بالمحاضره هو انكريز ذا ترانسراديانسي اوف ذا لانكس كان بي جنرالايزد or localized. Generalized يعني كله جهتين. وين نشوفه؟ نشوفه بالإنفيزيمة. هسه إذا نشوف هاي اكو generalized increase in translucency on both sides. This is occurring in emphysema. اللي يهمنا هو localized increase in translucency. إذا باوع الجهة اليسرى الترانسلوسنسي وقلنا الترانسلوسنسي هو السواد أكثر من الجهة اليمنى. هذا وين أشوفه؟ راح أشوفه بالcompensatory emphysema. اشوفها بالنيموثوراكس اشوفها بالافتر ماستكتومي بالاير ترابينج اند كونجنيتال ابسنس اوف بكتوراليس ميجر مسل. ذيس ار ذا مين كوزز اوف انكريز ترانس لوسنسي. احنا هسه تقريبا خلصنا المحاضره
تقدرون تفتحون المايكات اذا عندكم سؤال